ليه الحريم زعلانين من مسنة وثلاث ورباع؟ كل الفكرة ان الموضوع اتشرح غلط. لو افترضنا قامت حرب واحنا 100 مليون مننا 50 حريم و50 رجال، ال50 الرجالة منهم 25 اطفال على كبار سن، يعني الموجود عندك 25 اللي هم في سن التجنيد وينفعوا جنود. في الحروب الدامية بيموت نص الجيش بالظبط، فلو ال25 مات نصهم على الاقل اتبقى 12 مليون، كده قاعد 12 مليون وانتوا 50 مليون، يعني لو في قانون بيحكمك تتجوز وحدة بس كده في 3 بايرين، فانت ليه حتى نفسك مكان الوحدة اللي هتتجوز؟ وانت ممكن تكوني من الثلاثة البايرين وتبص على المتجوزة وتتحصري وينتشر الزنا والفاحشة. ما تستبعديش فكرة الحرب، زمان كانوا بيجندوا شباب القبيلة كلهم وكان ممكن ما يرجعش منهم غير 1%، والحروب كانت شغالة على مر التاريخ، يعني حتى الحرب العالمية الثانية لسه خلصانة قريب، ده في ناس حضرتها ولسه عايشة معانا لحد دلوقتي، يعني الموضوع مش خيال علمي، دي حقيقة. مسنة وثلاث ورباع دي من أشد العدل يعتبر، وما تبصش على اليومين اللي احنا عايشين فيهم حاليا، عدد الرجال مساوي لعدد النساء، فانت بطبيعة الحال بيجيك عروض كتير للجواز، فأكيد هترفض المتجوز واحدة واثنين مش هتقبل بيه. لكن لو شحت عروض الجواز خالص وما عادش فيه غير لازم تتجوز واحد متجوز اثنين او ثلاثة، فساعتها هتجبر على انك تقبل بالجواز ده. وعاوز اقولك لان المعيشة برضه هتكون متدني، لان ابوك هيكون كبير في السن واخوك واخواتك صغيرين، فمفيش اصلا جهد، فمفيش قوة مادية تصرف عليك، فيصدقوا ما يلاقولك زواح في الوقت الحالي. بطبيعة الحال مش هتوافقي تكوني تانية او تالتة غير واحدة فقيرة ومش لاقية سند ليها وخايفة تتشرد فبتتجوز، وكمان ربنا شرط على اللي هياخدها العدل، يعني يعدل بينها وبين زوجته الأولى سواء كانت فقيرة أو غنية. العدل شرط الزوجة الثانية والثالثة لحد الرابعة، مش ده عدل يا اخوان؟ ده عدل وقمة العدل ولا لا؟ فاللي صمم الكون أدرى بشعابه، احنا بس اللي وصلنا الصورة مقلوبة.